شفت المقطع وشفت إيه؟ لا الموضوع ابدا بعيدا عن كل البعد عن هذا طيب دامك عندي خلنا نستغل هذه الفرصه. وش اللي بينك وبين فريق كلام اليوم؟ اشوفهم يناقلون انس بن سعيد. اللي بيني وبينهم التخدير ان شاء الله. لكن المثاليه دي انا استوعب المثاليه دي ما نتكلم بمثاليه. اي يعني انا ما اقول لك انزل نزول. طيب. لكن خلنا نكون الناس عارفه يا انس. الناس عارفه تدري اقول لك شيء. الناس واصله الى وين؟ الى حتى الشخص المقبول والغير مقبول. الناس تعرف. تبي اتكلم بكل شفافيه؟ بكل شفافيه ولكن لا ننزل نزول يعني. طيب فقره كلام اليوم في حدود الادب. مو بس انس مع الجميع. هم وانا مستوعب هذا ومتفهمه. انا اشوف انها فقره ناجحه. ترى ماني ضد الفقره. اي لكن انا ضد بعض الاسقاطات او بعض التصرفات اللي تحصل فيها. قصدك الكلام؟ بعض الكلام، بعض التصرفات، يعني مثلا انا في البدايه اول ما دخلت كانوا ما يعطون مجال انك تتكلم، يقطعون عليك الكلام. وهذا شو تكلمت؟ اشوفها سلبيه كبيره. يا اخي انت رجال اعطيتها كلام اسمع منه. هذا في البدايات واول لقاء جلست فيه في الكوفي روم قال احد المقدمين والله هني الحين نسيت اسمه عشان تدري قلبي طيب انسى منه واضح قال لا واضح صدق قال لي ايش كلمته من هو انس ما اشوفه. طلعت بعدها في كوفي روم قبل اقول الابيات قلت لانك تتبع الاخطاء وتناظر تحت ما شفت انس ارفع راسك عشان تشوف انس. من حقي ارد ولا من حقي؟ بس وقتها ما جاء لي مجال اني ارد ولا كان الرد بيكون الطف. بعيدا عن هذا كله فقره كلام اليوم انا اشوف انها ناجحه. تراي ماني ضد فهد معيان اشوفه شخص ناجح. ممكن ترى يسمعون كلامك هذا يردون عليك يقولون يقول غصب عليك تقول كذا هم طريقتهم كذا. على كل حاجه دائما فقرات النقد في البرنامج ايا كان ايا كان مقدمينها ايا كان الاسماء اللي موجوده فيها فقره النقد خلقت في البرنامج لتسليط الضوء على اشياء معينه في البرنامج وعلى متسابقين. واضح؟ يا سلام. المفترض تكون فقره النقد فقره محايده، يعني كمقدم الفقره يكون محايد بين المتسابق وبين الضيف. يا سلام. الحاصل هنا هذه وجهه نظر بتقول كلام كبير. اي هذه وجهه نظري. يعني زعلوا عليها ما زعلوا عليها كيف. لكن المفترض المقدم العزيز الجميل عبد الخالق المفترض يكون كمقدم فقرة محايد بين المتسابق وبين الضيف اللي معه ما يكون ناقد. هذه الأمانة ما شفتها. اي هذا حنا عرفنا برامج الواقع بهذه الطريقة وهذه الطريقة الأنسب والأصح يعني. وأنا مع النقد البناء هدام لا كلها. اي أنا ما عندي طريقة النقد بكيفهم. طريقة النقد ترجع للضيف نفسه أو ترجع للمقدم نفسه اللي موجود. لكن أنا أتكلم عن المقدم المفترض يكون له حق المتسابق مثل ما لا 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 حق الضيف. يعني الضيف الان ينزل في المتسابق نزول مظلي ويتكلم فيه. طيب برضو المتسابق له حق انه يتكلم. اخطا يتحمل خطاه. اخطا في الكلام نقص في الكلام زاد في الكلام كيفه. لكنك تقطعه والمتسابق ما يسولف صح هذه انا اشوفها كمشاهد كذلك ما هي بحلوه. لكن لهم طريقتهم. او تاخذ الكلام تستأثر به، إذا أعطيته مجال إنه يتكلم ترجع تقطع مرة ثانية. كل يعني مو بشرط ترى إذا جاء رد في راسك والمتسابق يتكلم ترد عليه على طول، لا خليه يكمل كلامه بعدين رد عليه. هذا من ضمن الملاحظات اللي أنا نشوفها، بس على الأشياء الصعيد الشخصي اللي واجهتها بالعكس آخر ثلاث مرات أو مرتين دخلت فيها الكوفي روم كانت بالنسبة لي جميلة وممتعة، خلاص احنا فهمنا أنهم فيه ناقد في حدث انت سويته بيتكلمون عنه فصرنا نجي نبين نوضح يعني ما انا بالنسبه لي ما كان في شيء. لاحظ شيء اللي يشدون معه او اللي يشد المتسابق اللي يشد مع فقره كلام اليوم يجيبونه دائما. اللي ما يشد معهم ما يجيبونه. باقي 12 دقيقه على كل حال هم دائما يدقون علي يقول عبد الله انا ما اقضيفها انا ما اقتصر اقول لهم لا تفضل تفضل الله قل ما شاء الله يا امس الله ما شاء الله ابعد شوي الله اكبر ترى ما مخلوق تاكل من طرفه الله أكبر.